لن تصدق فنانة مصرية مشهورة قديرة تعيش على الرصيف وتتسول بشوارع مصر، والسبب نجلها الكبير في صدمة للجميع. انهارت الفنانة المصرية القديرة مديحة الحسيني بعدما دخلت في نوبة من البكاء الشديد بعد حديثها عن ابنها الذي اعتدى عليها وباع ملابسها وعفش بيتها نتيجة معاناته من الإدمان. وقالت الفنانة المصرية مديحة الحسيني خلال حلولها ضيفة على برنامج بنت البلد مع زميلتها الفنانة نشوى مصطفى إنها عانت بشكل كبير بسبب تصرفات نجلها الكبير الذي أدخلته أكثر من مرة مصحة لعلاج الإدمان دون جدوى. وأضافت الفنانة المصرية أن زوجها توفي منذ 25 عاما وترك لها 3 أبناء، أصغرهم ابنتها التي كان عمرها 10 أشهر عند وفاة والدها، ومحمود ويوسف. ومن أجل تربيتهم رفضت الزواج أكثر من مرة، لكنها تعاني منذ 10 سنوات بسبب ابنها الكبير صاحب 33 عام نتيجة معاناته من الإدمان. ومضت في حديثها وهي منهارة في البكاء بالقول: ابني بهدني وما خلاش حيلتي حاجة، دخلت 10 أشهر مصحة لعلاج الإدمان وبعت اللي ورايا واللي قدامي، وخرج في شهر يونيو الماضي، كنت بعت شقتي وسكنت في شقة والد زوج ابنتي، واستغل سفري وباع كل هدومي وعفش الشقة اللي سكنت فيها وهرب. وخلال اللقاء دخلت مديحة الحسيني من جديد في نوبة بكاء قائلة: أنا مستلفة البلوزة اللي حضرت بيها اللقاء اليوم بسبب إن هو بايح كل ملابسي وما بجيش حيلتي حاجة خالص، كمان ما اكتفاش بكده اعتدى عليا بالضرب المبرح والجيران خلصوني من بين ايديه بصعوبة. لتتأثر نشوى مصطفى بحديثها وتشاركها البكاء. ولفتت الفنانة المصرية إلى إنها اكتشفت إدمان ابنها منذ 10 سنوات عندما اختفت مجوهراتها ومدخراتها والذهب الخاص بها، لتكتشف انه سرقها لانفاقها على المخدرات. وناشدت الفنانة المصرية القديرة مديحة الحسيني السلطات في مصر وزملائها في الوسط الفني بمساعدتها في البحث عن ابنها بعدما تركها وهرب والمساهمة في علاجه، قائلة: مش عايزة اكتر من ان ابني يرجع واعالجه لانه هو سندي. ولم تتمكن الفنانة المصرية مديحة الحسيني من تمالك نفسها وحبس دموعها اثناء حديثها عن نجلها مدمن المخدرات، واكدت انها تعيش الان على الرصيف في احد الشوارع وتتسول في شوارع مصر. وتطرقت مديحة الحسيني للحديث عن مشاكل نجلها الذي تخطى عامه 30 مع تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أن الأمر وصل لأن يعتدي عليها بالضرب وسرقة أموالها لشراء الممنوعات. وخلال اللقاء كشفت مديحة أن ابنها الأكبر محمود يعاني من إدمان المخدرات منذ 10 سنوات، وحاولت بشتى الطرق علاجه عبر وضعه في مراكز إعادة تأهيل لينتهي به الأمر في مصحة العباسية للأمراض النفسية، مشيرة إلى إنها أنفقت مبالغ ضخمة لعلاجه على أمل الشفاء، حتى إنها أقدمت على بيع أساس منزلها والذهب الذي بحوزتها لتأمين مصاريف علاجه. وحينما نفذت منها الأموال خرج ابنها من المصحة دون أن يتعالج، وعاش برفقتها في منزل حمات ابنتها التي سمحت لها بالعيش فيه لحين تحسن أحوالها المادية، إلا إنها ذاقت المر برفقته بسبب أفعاله السيئة، فقد كانت تمنعه من الخروج بناء على أوامر الطبيب وتمنحه 10 سجائر في اليوم، الأمر الذي لم يعجبه على الإطلاق وخرج من المنزل. وكشفت مديحة إنها تعرضت للضرب مئات المرات على يده، لكنها تعود لمسامحته باستمرار وإعادته إلى المنزل، لكنها قررت طرده نهائيا بعدما ضربها وشتمها أمام الجميع.
حينها طلبت ابنتها منها القدوم إلى منزلها للعيش برفقتها، وما كان منه إلا مباغتتها وذلك بالذهاب إلى منزل حماية ابنتها ليسرق كل ممتلكاتها وأساس المنزل لشراء المخدرات. وأوضحت الفنانة أن ابنها يرفض العلاج الآن، حتى إنه أوقف تناول الأدوية التي تعمل على تهدئته، وأكدت إنها لا تعلم مكانه في الوقت الحالي. ووجهت الفنانة رسالة لابنها بنبرة مخنوقة، مشيرة إنها تريد أن يعود، وطلبت من أحدهم تبنيه والتكفل بعلاجه ليعود إنسانا سويا. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الفنانة المصرية القديرة مديحة الحسيني، فكتبت أحدهن: مفيش أصعب من هو يكون عندك ولد أو بنت بالشكل ده، يا رب تشفي كل مريض. وتكون فعوان الست دي باين إنها مسكينة في ورطة، يا رب يتبناها حد ويساعدها ويرجع الولد ده إنسان طبيعي. وأضافت أخرى: مشكلتها من أفظع المشاكل اللي تواجه الأم، لأنها في الغالب ممكن لا تستطيع الشكوى علشان ما تسيبش فضايح لبناتها، وخاصة لو متزوجين البنات الأم تعيش في جحيم، ولو معاها أولاد آخرين أصغر منه هو المفروض يكون قدوة ليهم ويبيح كل ما في البيت برخص التراب. يا رب ارحمنا في هذه الأيام الصعبة، وربنا يقف معاكي ويساعدك. الجدير بالإشارة أن مديحة شاركت في عدد من الأعمال ككومبارس، وكان أول أعمالها مسلسل نعتذر عن هذا الحلم عام 2005، ومسلسل شارع عبد العزيز مع الفنان عمرو سعد عام 2011، كما أن أول فيلم لها كان فيلم بعد الموقعة عام 2012، وكان لها دور صغير في مسلسل طريقي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي عرض عام 2015.